فرحتي ولا تحزني. الأم أيها الكرام التي وصى عليها رب السماوات والأراضين، ماذا يفعل الشباب اليوم بأمهاتهم؟ ماذا يفعل الرجال اليوم بأمهاتهم؟ بل بعض الشباب لا يرى أمه إلا في المناسبات، يضع رأسه ووجهه إما في التلفاز وإما في هاتفه. والله بعضنا، بل إن لم يكن معظمنا، يرى شاشة هاتفه أكثر مما يرى أمه. يقلب الصفحات على الإنترنت أكثر مما يقلب الذكريات والبسمات بجوار أمه. بل بعضنا ينظر إلى الناس وإلى الأصدقاء وإلى